الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. اليوم السبت 19/21، بحمد الله وفضله تم وصول عربة لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ محملة بأربعة أطنان من اللحوم، وهذه هي الدفعة 11. يصل جملة ما وصل إلى مديرية كفر الشيخ من أول دفعة إلى يومنا هذا 42 طن. اليوم السبت الموافق 19/2021، تسلمت مديرية أوقاف بني سويف عدد 2 طن، ليصبح ما تم تسليمه حتى الآن 60 طن. السبت تصل عربة صكوك الأضاحي إلى محافظة دمياط بزنة 2 طن، وهي الدفعة 10 حتى الآن إلى محافظة دمياط. اليوم السبت 19/2021، تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة 17 زنة 3 أطنان حتى وصل إلى محافظة المنيا ومديرية أوقاف المنيا 62 طن حتى الآن، وكل عام وحضراتكم بخير. اليوم 9 أكتوبر تصل إلى مديرية أوقاف الدقهلية الدفعة 17 لحوم الأضاحي. اليوم السبت 19/2021 وصل إلينا في الفيوم 2 طن من لحوم الأضاحي، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلينا في الفيوم حتى تاريخي 62 طن من لحوم الأضاحي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.